السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله نطرق لواحد الموضوع اللي قال بنادم غلط فيه. شحال من بنادم تيصحاب أن السحر المحروق والمرشوش واللي مشفر الحوايج ديالو مخدومين فيهم طلاسيم بقاسمة ولا بعزيمة بالصمخ، أو سحر معلق في شجرة. لأن السحر تتخدم على حسب الطبع ديال الإنسان. إذا كان الطبع ديالك ناري تتخدمك في النار باش يزيد الخدمة الدوبل. كان الطبع ديالك مائي تتخدم في الماء. كان الطبع ديالك هوائي تتعلق لك في الشجر. كان الطبع ديالك الترابي تدفن لك في التراب. دابا أي إنسان يجرب راسو، إذا كان تيطلع لك الدم سريع الغضب قريب الرضا، تتعمل بالرعي ديالك، تيتشاوروا معاك الناس، وهم هاد الناس عرفوك راك ناري، قلب في المنزل ديالك في البلاصة اللي حداها النار، ولا أي بلاصة مشيتي ليها حاول تتجنب حاجة اللي فيها النار وطيبها فوق النار. هذا اللي شكيت، وبالنسبة للمائي وبالنسبة للترابي وبالنسبة للهوائي، هاد هما القواعد اللي تعلمنا باش ننقذوا الناس وباش نفيدوا الناس. وما حتاج دوك التعقيبات اللي تعقب ليا دوك واحد النوع ديال البشر اللي هو ما مربيش راسو. ناشر الغنى وناشر الزنداقة وناشر الفجور اللي غتبقى عليه وزير يوم القيامة وتبدا عقاب عليا. انا راه ندير الفيديو باش الناس باش تستافد، عجبك او عجبك استافد، ما عجبكش بلا حسد بلا تعقيب لا والو. راه اي واحد يعاقب شي تعقيب ما هو جا غيكون الحظر ثم غتبعوا اللعنة ديالي الى يوم القيامة. لان الانسان صادق وتنخاطب في الناس صادقين وتنصح في الناس، لان هادشي كثير بزاف. ثم العلامة ديال التوكل، تساقط الشعر، شحافة الفم، تتحك يديك، تتحك رجليك، تعرقوا يديك، تعرقوا يديك، تتحكم، تبردوا، تسخنوا. القبض، إلى دارك ظهرك راه ماشي دار، دارك ظهرك راه ماشي دارك لدارك، دارك المصارم، راه ما القولون داير المخرج، عزكم الله. ثم تساقط الشعر، ثم عكوسات، يمكن داك التوكل نديروه لك، بالنسبة لهذاك ديك المشعوذ ولا المشعوذ ما تيخافش الله. ونتحكموا فيك باش ما تجوش، باش ما تجوش طلق، باش الجنين يرجع دم إيموراجي، باش 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 ما تخدمش، باش تهرب من الخدمه، باش تدحس مع الباط الشيف ديالك بطبيعه، تدحس مع وتزيد، تولي طاج سميتو، تولي اما تضعف وتجيك واحد الايامات الشهر تشعر بالكآبه، العزله، انطواع النفسي، الناس هاربين منك. هاد التوكل يقدر يؤدي لجميع المسائل وجميع العكوسات. غير هاد التوكل يندرجو في اطار السحر الماكول او المطعوم. والتوكل تنقسم الى جوج، كاين اللي مطعوم وكاين اللي مشروب. المطعوم هو وجبه متكامله، رفيسه، مرقه، حريره، طاجين، طنجيه، شي حاجه غتشبع بها. المشروب هو شي حاجه مشروبه. ثم كاين واحد التوكل الاخر تكتب فيه بالمسمن بالبرا، وخا تقلب تتقنع وخا دير الميكروسكوب ما تبان حتى شي حاجه، ولكن راه مخدوم. هاد الشيء زائنا باش نوريو الناس، واللي عنده شي حاجه البرنامج ديال التوكل غتسافر 3 ايام عريق ودير يسهل مورا الغداء، حيت كاين واحد النوع ديال التوكل ما تيخرجش عن طريق السفرة، عن طريق بحال البري وديال المعيز، بحال غائط المعيز، عزكم الله. دابا تنوضح باش نبين للناس، باش الناس تفهم.